بقالنا 3 ايام سيادتك رايحين جايين، واحنا اصلا مش معانا نجيب نملة انابيب ب 60 جنيه زي ما هم بيقولوا لنا عليها، و45 جنيه ويتكلموا لنا يعني على كده، واحنا بقالنا 3 ايام رايحين جايين مش عارفين نملة انبوبه. واللي بيستفادوا بالانابيب السريحه هم اللي بياخدوها هناك كده عند القهوه، احنا ما بنعرفش نملة انابيب. فاحنا دلوقتي عايزين الانابيب تتوفر، احنا ما معناش فلوس نركب غاز واحنا ما ركبناش غاز، فاللي متضررين احنا اللي اتضررنا في النص. الناس اللي ركبت الغاز احنا اللي اتضررنا في النص. كنا بنقول ان الانابيب هتتوفر لينا، مش متوفره لينا خالص انابيب. الازمه دي كل سنه حضرتك، احنا واخدين على الازمه دي على طول، بس انت لما تيجي تتكلمي حضرتك هتلاقي المربع ده كله غاز، كل اللي بيجيلك من مخازن جوه، المخازن اللي جوه دي بتدي للناس اللي هم سريحه. ماشي حضرتك، هنا الناس دي كل يوم بتيجي بنرمي الانابيب جوه، السريح بياخد والله العظيم بياخد بعد ما الناس بتمشي. ده شغل اكل عيش يا اختي، بس انا عمري ما اروح اطلع، انا ازاي اجي لي جرأه راجل شقيان واقول، مش عمري ما اقول للزبون 50 جنيه، حرام عليا اللي انا اقول له كده، حرام عليا والله العظيم. كمان مره صوري اللي يقول لك 50 جنيه معاك خدمه العمله بتاعت الحكومه بتاعت التامين وتسري بيه، اللي يقول لك 50 جنيه كده بقول لك بتسري من الحكومه. انا لو واقف انا استضيف كام عمي؟ بس انا بقول لك بتبيعها بكام يا محمد؟ بتبيعها بكام؟ بتبيعها ب 15 جنيه. سبب الازمه حضرتك بيبقى من الشركه الاساسيه، الشركه الغاز قطع فيها، قعدنا اسبوع كامل 5 ايام ما جاش جاز، جه يوم السبت ويوم الثلاث. الناس دي كلها فاتحه بيوت عشان يشتغلوا، بياخد مثلا منها 5 انابيب 10 انابيب عشان ايه؟ يعرف ياكل وياكل عياله. ده اصغر شاب فينا متجوز ماشي ومعاه 3 عيال. بالله عليك لما يقعد 5 ايام من غير شغل هتلاقي اي مسؤول يجيب له لقمه عيش ياكلها. احنا مش عايزين غير لقمه العيش. صح؟ اللي بتتكلم دي، اللي بتتكلم انت جاي غرام المغسل، مش جاي غرام المغسل، تاخدها بكام؟ 15 جنيه. خلاص يبقى بس اقفي بقى حضرتك وتاخدي انبوبه. ما فيش عندنا حاجه غير كده. احنا الزبون اللي بيجي مش يروح على دماغنا، اول واحد بيمشي الزبون، اول واحد بيمشي الزبون، احنا ما بنحملش حاجه، الزبون اللي بيمشي. والانبوبه مش بنديها ب 12 مش ب 15.